فلو نبتدي باول واحده، اول حاجه كده نبتديها في البيجيننج بتاع الانسبيريشن زي ما قلنا، ده اللي بيحددوا حاجه بنسميها تريجر فاريبل. التريجر فاريبل ده عباره عن حاجه بنستناها علشان توصل حد معين علشان نبتدي الانسبيريشن بيزد عليه. طبعا لو انا بتكلم على مانداتوري فنتيليشن، يعني الفنتيليشن بيقوم بيه الجهاز بشكل كامل، عاده بيبقى فيه عندنا حاجه اسمها تايم تريجرنج. تايم تريجرنج معناه ان انا بعمل انا السايكل بتاعه الانسبيريشن والاكسبيريشن بشكل دوري بوقت ثابت بينهم وبين بعض. يعني بتكلم مثلا انا بحدد ان انا عايز مثلا 15 او مثلا اكتر من 15 بريث بير مينيت، يعني عايز 15 دوره تنفسيه في الدقيقه. يبقى معنى كده انا بشوف الوقت اللي بين كل تنفس والتاني يبقى قد ايه وخلاص، وهي تبقى ثابته ما بيبقاش فيها اي تغيير خالص. فدي طبعا بتبقى ملهاش اي علاقه بالبيشنت خالص، عشان كده بنسميها تايم تريجرنج، ملهاش اي علاقه بالبيشنت نهائيا. النوع الثاني بيبقى بيشنت تريجرد، معناها ان انا باخد البريشر او الفلو او الفوليوم ويف فورم اللي جايه من البيشنت وبيزد عليها بحدد بدايه الانسبيريشن امتى. على سبيل المثال في الحاله دي مثلا انا بعمل مانداتوري فنتيليشن بس سينكرونايز مع الانسبيراتوري ايفورت بتاع البيشنت. يعني البيشنت هنا ابتدى يحاول، لما يكون في هنا نيجاتيف بريشر كده بعرف ان هو حاول يبتدي ياخد نفس، لان انا دلوقتي انا بقيس من عند الجهاز. فالجهاز دلوقتي لو حس ان في نيجاتيف بريشر، يعني في عندنا اكن في ساكشن جاي من ناحيه المريض ولو كميه صغيره جدا، يقدر يعملها ديتكشن ويبتدي بيها هو عمليه اللي عمليه المانداتوري فنتيليشن. فهو هنا بقى تريجرد، يعني ابتدى عمليه الانسبيريشن من البريشر اللي موجود عندنا جاي من البيشنت. ممكن الكلام ده يحصل بنفس الشكل كده عن طريق الفلو. الفلو معناها ان انا دلوقتي بستنى لغايه لما هو طبعا البريشر الصغير ده هيبتدي يعمل لنا فلو صغير. فاستنى لغايه لما الفلو ده يوصل لحد معين، واول لما يوصل للحد ده ابتدي انا اعمل عمليه الايه؟ عمليه المساعده او عمليه المانداتوري فنتيليشن. فممكن يبقى فلو او ممكن يبقى طبعا بريشر، ممكن يبقى فوليوم. فوليوم هو عباره عن الانتجريشن بتاع الفلو، فهم الاثنين ريليتد لبعض. فبالتالي يعني لو هو عندنا patient triggered يبقى معنى كده ممكن ان انا اختار يا pressure يا flow يا volume. اوكي، فلما بيجي واي واحده من الثلاثه دول توصل لكونديشن معين ببتدي انا اعمل عمليه الانسبيريشن.